برنامج المسابقات. متى بدنا نتخرج؟ ان شاء الله معنوياتكم عاليه ومعنويات متسابقينا الاهم ان تكون عاليه. عالية يا شباب معنويات؟ أكيد عالية أكيد عالية. يعني عليكم يعني عليكم يا شباب. قبل ما نتعرف على المتسابقين معنا خلينا نحكي لكم أنهم على كل جواب صح رح يجاوبوه رح يربحوا معنا ساعات، مش ساعات يد لا ولا ساعات حائط، ثلاث ساعات على رصيدهم في الجامعة عشان نخلصهم ونخلص منهم يتخرجوا. شو يا شباب؟ جاهزين؟ نتعرف على الشباب. تفضل المتسابق الأول. اسمي حسني، ابن عمك تخرج، ساكن في إربد، بدرس في جامعة التكنو، اللي 6 سنين في الجامعة. ضروري أحكي التخصص؟ تربية الطفل. يا عيني عليك. والمتسابق الثاني. أنا اسمي فيصل، والله طولت، صار لي 7 سنين بالجامعة الأردنية، تخصص رياضة، وسكان عمان طبربور. يا عيني عليك. والمتسابق الثالث. أنا اسمي حبيب خنشور، لي 8 سنين بالجامعة الهاشمية، تخصص تنسيق حدائق، وأنا سكان الزرقاء. يا عيني عليك. ما شاء الله عليك، نوار الشباب نوار الشباب نوار. شباب جاهزين يا شباب للأسئلة؟ جاهزين يا شباب للأسئلة؟ جاهزين عليك. طب الشباب الناجح يرفع ايده. بس هيك تستخدمي صحيحين يا شباب صحيحين. طيب يا شباب خلينا نخش على الأسئلة. السؤال الأول بخص نبع الحنان ومصدر الإحزام، الأب والأم. السؤال هو، السؤال بتكون قاعد انت وعيلتك بامان الله في عزومه وما شاء الله وكثير حلو الجو، فجأة ابوك بنط لك وبيسألك السؤال، يابا متى بدك تتخرج ونفرح فيك؟ صراحة موقف صعب، موقف صعب لكن الكل مر فيه اكيد. خلينا نشوف شو الجواب. ايش بدي اجاوب؟ حسني بدي اقول له يابا يابا، ما انت عارف انه من اول ما دخلت الجامعة والدكتور قالب علي وبدوش ينجح. بعتذر منك، مش هذا الجواب اللي احنا مندور عليه. بعتذر منك. منتقل الجواب للمتسابق الثاني هو فيصل. طول 3 سنين اقل شيء انا. لا ولا هذا كمان الجواب. لك الجواب، فرصتك فرصتك. بقول له بتعرف يابا، ما انت دكتور سامر كثير بحبني، وقد ما بحبني اعطاني مفتاح المكتب تشوفه. طيب شايفه؟ ايوه. فبيضل يرسبني عشان يضل يشوفني. يا عيني عليك، وهذا هو الجواب الصح. 3 ساعات للباب ولا رصيد. حبيب ايوه يا بدي اياه، راح تفوز معنا ان شاء الله انت كمان. شباب تشدوا حيلكم يا شباب. يلا خلينا نروح للسؤال الثاني. السؤال الثاني اصعب شوي لكنه بتعلق كمان بالعيله. انت بتكون قاعد يعني في العيد، بتروح على العيد على زياره لعماتك وخالاتك وجدتك وما بعرف مين. المهم تكون قاعد هالعيلة، ولا فجأة بتنط عمة أبوك. تخيل أنت بتكون مش شايفها من 10 سنين هذا إذا أنت شفتها، وبتسألك هويتي متى رح تتخرج وتفرح أمك وأبوك يا فرحة أمك وأبوك متى؟ والله موقف صعب صعب. خلينا نشوف الشباب المتسابقين. يلا يلا يلا. رح أحكي لعمتي. أنا لسه بدي وقف يا عمتي، انا لسه بدي وقف يا جدتي مش يا عمتي. لا لا اعتذر منك، اعتذر منك. الجواب غلط، اعطيتك فرصه لازم تجاوب. سنتين يا زلمه. 5 سنين تبع راح تتخرج، 5 سنين ما راح تتخرج. فرصتك تزيد، فرصتك بقى. عندي بقولها يا حجه انا تخرجت وهي 5 نيرات وهاتي احب على راسي. يا عيني عليك الخبره بتلعب دور، عن جد 8 سنين بالجامعة مش على الفاضي. منشور مش على الفاضي، مش زيكم هون 6 ساعات وانتو صفار يا شباب بدكم تشدوا حيلكم. وهسا وصلنا لمرحلة الكبسة السريعة. هاي المرحلة بتعتمد على السرعة، مين بيكبس على الجرس أول. سهلة لكن في سؤال بالأول، وهاي المرحلة راح تعتمد راح فيكم في جوائز مهمة جدا. والجوائز أو الجائزة الأولى وهي راح نربحكم شهادة من برا البلد، مزورة طبعا مش يعني من أي بلد مش مهم. أوكي يا شباب؟ جاهزين؟ تفضل. السؤال هو راح يكون من حبيبتك، من حبيبتك راح يكون السؤال. هون الشباب بلشت تعرق. يا حبيبي شباب عادي، أنت قاعد أنت وحبيبتك في جو رومانسي وحب، الله الحب. فجأة حبيبتك تصدمك بالسؤال وبتقول لك حبيبي
متى بدك تتخرجوا وتيجي تخطبني؟ يا بيي بطلنا نتخرج عمي، بطلنا نتخرج، بطلنا نتخرج خلاص. ما بدي اتخرج، ما بدي اتخرج. الشباب الله، عندنا الخنشور، عندنا ابو الخبره. حبيب فرصتك يا حبيب، فرصتك. بقول لها حبيبتي انا ما في بنت بحياتي غير امي. يا عيني عليك يا حبيب، يا عيني عليك يا حبيب، يا عيني عليك. هيك حبيب بفوز معنا وبنخرجه. حبيب راح نخرجه. الله عليك يا حبيب، الله عليك يا حبيب. الف مبروك يا حبيب، عقبال عن باقي الخناشير. شكرا لكم مشاهدينا، وعقبال عن الباقيه. واهلا وسهلا فيكم بمسابقه متى بدنا نتخرج.